حبايب قلبي، الفيديو ده مهم واصدقائي الرائعون. طبعا اولا انا متشكر ان احنا وصلنا 11000 وشوية على الفيسبوك، وصلنا 11000 لايك واكتر، وان شاء الله بنزيد يعني، وان شاء الله نكون حد حسن ظنكم في الحاجات اللي احنا بنقدمها. بس انا ليا طلب صغير، لان احنا النهاردة 23/12، احنا النهاردة 23/12/2020، يعني فاضل تقريبا بتاع 7 ايام، صح؟ 7 ايام، فاضل اسبوع وهندخل على سنه جديده. فانا بطلب منكم طلب قبل السنه الجديده، لان الطلب مهم جدا. القناه بتاعتي زي ما انتم عارفين على اليوتيوب شغاله من بدري، بس ما كنتش مهتم بيها، فابتديت ان انا اهتم بيها. المهم اليوتيوب يقال ان هو في سنه 2021 في قانون جديد هيضعوه، يعني دلوقتي ان القنوات اللي مش مفعله اللي هي ما عدتش الشروط هتتقفل، وطبعا كل اللي انا عملته هيضيع. فانا مش طالب غير ان انت يعني خلاص انتوا وقفتوا جنبي وبقينا مشتركين كده على اليوتيوب وعدينا الشرط الاول. فاضل الشرط الثاني اللي هو انتوا هتساعدوني فيه، زي ما انتوا وقفتوا جنبي في الفيسبوك واصبحنا 11000 لايك، ان شاء الله نكبر مع بعض على اليوتيوب. المهم انا معدي 1500 مشاهدات، انا مش طالب منكم غير مشاهدات. يعني انت كل الحكايه اللي انت تعملها تدخل على القناه بتاعتي على اليوتيوب في الرابط اللي فوق، او تكتب يحيى النوب بالانجلش، وبعدين تدخل على اي فيديو تشغله لمده دقيقه، بس تشغل اي فيديو على قناه عندي لمده دقيقه مش اكتر من كده. لو عجبك الفيديو اتفرج عليه زي ما انت عايز، المهم ما يقلش عن دقيقه، وبعدين اخرج من الفيديو عشان هتتحسب مشاهدات، بحيث ان انا اعدي الشرط النهائي الثاني في اليوتيوب والقناه بتاعتي ما تتقفلش. ان شاء الله اكون عند حسن ظنكم، ومتشكر ل 11000 لايك على الفيسبوك وال 1180 سبسكرايب على اليوتيوب، وان شاء الله أشوفكم الحلقة الجاية.